الله، في تليفون معممين اهو، اتصل حد. الو، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، حضرتك معمم؟ نعم حبيبي، وياك المعمم شيخ حسنين في العراق. مين؟ حسنين فيصل من بغداد العراق. حسنين؟ طب اتفضل يا استاذ حسنين، نعم اتفضل. حسنين فيصل. حسنين خلفان؟ نعم، بالبداية الصلاة والسلام حبيب الله محمد وآل بيته. تسمعني حبيبي؟ اسمعك، تفضل. سؤال قبل لا ندخل بالنقاش ان شاء الله. ان شاء الله. لي جوا اكو رقم 233 233، شنو معناها هاي؟ ترى اعرف 233 اللي تحت دي؟ نعم حبيبي، دي 233، يعني معناها الحلقة 233. تمام. تفسير الآية 233 من سورة البقرة: والوالدات يرضعن أولادهن. ما قال يرضعن الكبار. ماذا إيه؟ ما قال والوالدات يرضعن أولادهن، ما قال يرضعن الكبار. أنتم مين جبتوا رضاع الكبار؟ بالنسبة للإرضاع الكبير زي زي بالظبط كده. انا هقول لك، انت حضرتك بتقول من اين اتيتم بارضاع الكبير، زي حضرتك كده من اين اتيتم بمتعه البكر. هذه المتعه من خالتك اسماء، هذه خالتك اسماء. من خالتي اسماء؟ خالتي اسماء والله ما تمتعت. نعم. لانها كانت متجوزه الزبير. لا لا، هذه خالتك اسماء والله ما، والله ما تمتعت. طب ممكن تقول لي معلش، معلش معلش، واحده واحده، بما انك راجل معمم ومتخصص، تمام، ممكن تقول لي متى تزوجت؟ اسمعني بس، اسمعني اسمعني لو سمحت، لو سمحت اسمعني، 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 مش هيسمع الشيع، الشيع مش هيسمع، لو سمحت اسمعني. والاولاد يا استاذ، لو سمحت اسمعني الآن، أنا أتشيع، اسمعني بس، اسمعني على السؤال، اسمعني بس، اسمعني 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 الآن، أنا أتشيع، أنا أتشيع لو كان الزبير تزوج أسماء بعد موضوع المتعة، بعد تحليل المتعة، إيه رأيك؟ لا قبلها، هو احنا اكتشفناها. طيب ماشي، يعني يعني هي كانت متجوزة الزبير، يبقى إذا تمتعت متى؟ لا 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 لا، يعني تمتعت متى؟ حبيبي، دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنا ما كلمتك في المتعة، خد بالك، لاحظ، لاحظ حاجة، بص، عرف عرف ويدوب، لاحظ حاجة، مش هيسكت الشيء، مش هيسكت، مش هيسمع، يسأل السؤال ومش عايز يسمع. الآن أنا ما كلمتك، بص، مش هيسمع برضه، مش هيسمع. أنت جاي تخطب يا ابني، يا ابني اسمع، يا ابني اسمع، أنت جاي تخطب. مين ظليت ترجف؟ لا إله إلا الله. ترجف شكو. أنت ما بتسكت، أنت ما بتسكت، بتخاف تسكت. راح أضبط بس، أنت بتخاف تسكت، بتخاف تسكت؟ اسمع، اسمع. طيب الاجابه بتاعتي، مش هيسمع، مش هيسمع. انت خايف تسكت، انت خايف تسكت، انت خايف تسكت. لا لا اوكي، راح اسكت. طب اسكت، طيب عشان اسمعك الاجابه، اسكت عشان اسمعك الاجابه. اوكي راح اسكت، بس خد نفسي. انا قلت وبعدين انت مش معمم، والله انت ولا معمم ولا اي حاجه. ايه رايك بقى؟ تمام. طيب ماشي، مش مشكله، مش هتفرق معايا، لكن اسمع اسمع اسمع. الان انت تقول لي، الان انت تقول لي هل ارضاع الكبير مش هيسمع. طب روح يا ابني، القاعده، روح يا ابني، روح، روح يا ابني، روح يا ابني، روح يا ابني، طالما مش عايز تسمع. مش عايز يسمع، يعني هو سأل السؤال ومش عايز يسمع. هو بيقول لي ان ارضاع الكبير جه في القران الكريم، فقلت له زي بالظبط متعة البنت البكر، ما جالتش في القرآن الكريم. قال لك أسماء. طب وهي لو افترضنا إن أسماء تمتعت، هي أسماء كانت بكر؟ الذكاء ما بعد الذكاء، ومش عايز يسمع بقى، يعني خلاص هو سأل السؤال ومش عايز يسمع. الله أكبر.